صباح الخير يا ست الناس. صباح النور. الفطور جاهز. ايه ده؟ فين الفطيرة؟ الفطيرة هتاجي من الفرن عشان تبقى موهوجة. طب يا رب تاجي قوام، الكبير هيندل دلوك. اها. صباح الخير يا كبير. وطي صوتك يا هاتيري. ما بقيناش لحالنا. رجلين الجيري وجيري ما تصرش كمان. بقى كده يا توماس؟ هو ده رد الجميل؟ ده انت طلعت شاب جدي. مش كان زمانك مرمي دلوقتي في القسم مع القتال والحراميين؟ والله يا فزاع شكلي هديك باللي في رجلي. طيب انا عملت ايه طه؟ يا عم طير طير. تليفون واحد لل 911 هينفخوك في سنتي. بقول لك ايه يا فزاع؟ املي جنابك. اخبط راسك فضخ الحيطه. والله طيب انت قلت حاجه يا كبير، ما انا خشمي مسوجر. ها بس منك ليه؟ بلاش لعب الحال الصغيرين ده. انت هتعلي حسك عليا يا مجنون انت؟ لا يا كبير لا، ده اللي بكلم الغفر اللي بره المتنحين دول. امشي اطلع بره يا هتير. هتطردني من الجنة؟ انا رايح للناس الطيبين دول. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه هدرس؟ عملت ايه مع الناس بتوع المسرح؟ طب جريت، روح دلوقتي بقى على المطبعة عشان تجيب بوسترز. اوكي باي. واندرفول. طيب المغنيه جايه امتى؟ بعد بكره. فرصه ريه ومرسح ايه؟ انا مش فاهم حاجه يا بيه. افهمك يا انكل جابو، احنا عاملين الحفله دي بمناسبه ان جوني بقى النيو عمده، واخترنا نيكول سابا عشان تيجي تغني فيها. بس نيكول سابا؟ نيكول سابا انت تعرفها؟ ومين في مصر ما يعرفش نيكول سابا؟ شفت يا جوني، مش قلت لك هنا بيحبوها جامد؟ بس برضو اي ثينك لو كنا جبنا يعني التون جون كان عمل شغل هنا دماغهم كده. طب والست نيكول يعني لما تيجي هتبيت فين؟ هصادفها عندي هنا طبعا 3 أيام قبل الحفله. لا ده عنديها عنديها هناك. المسخره دي ما تعتبش الدوار الكبير قوي واصل. حاسب حاسب ده نصي نصي، اوعى تعديه. وحيات اغلى حاجه عندك يا كبير، ده نيكول سابا دي عسله قوي. لا يعني لا، مش من حقك يا كبير، انا العمده دلوقتي ودي املاكي املاكي، يعني ما يخصكش. لا يخصني. والكبير قوي لو كان عايز كان طربقها فوق دماغك. بقول لي جنابك ايه؟ ما تتسرعش يا كبير، بيكول هون اللي هقول لك ليه. وعي جنابك ناكل سابا دي تبقى مين؟ تبقى مين؟ عارف المطربه اللي جنابك بتزوم اول ما تشوفها؟ نهون فيهم. اللي هقول لا يشغلني بيك وهواك بعدي معاك. بتاعت الفيلم عادل امام تجربه الدنماركيه اليتا جوتنبرجه. باه اللي راحت مجلس الوزراء بلبس الغزير. بشحمه ولحمه. اموت انا واعيد السنه. بتقولوا ايه؟ مفيش. بقول ان المسخره دي لا يمكن تدخل الدوار هنا ابدا. ورحمه ابوك يا كبير توافق. لا عشان خاطري يا كبير. جزره وقطو ما جحش. ويلكم نيكو، نورت المزاريطة. دي قلعة الكبير قوي ماي فادر، دي صوره اللي فوق السلم هناك، دي صوره الاثنين. هنا بيسموه دوار العمودية، يو نو سمثينج لايك الوايت هاوس.
اوكي نيكول، بشوفك بكره في البروفا. اوكي باي باي باي. ايوه يا جوني، بس انت يعني شكلك تو كول على العمده اللي بنشوفه في الافلام. ثانك يو سويتي. استنيكول استنيكول، حلم العين ده يا ربي. استنيكول، انا طبعك ده وبحبك ده وبحب اعيش وما عندي ايش غيرك ده. استنيكول انا بحبك قوي، معلش انا الفرحه ما سيعنيش، المزارات كلها منوره. حبيبتي ميرسي، منوره باحلى. حياه النبي، تبقي تاجي عندنا عشان نتانسوا بيكي. طب ما انا عندكم اهو، هو انتوا عندكم تاني؟ لا انا ما قصديش هنا، انا قصدي هناك. هنا النص بتاع سجوني، هناك النص بتاع الكبير قوي. يا مري تعمل ايه عندك يا بلغه؟ حقك عليا يا كبير. بلغه؟ ايه بلغه ده؟ اسمها اسمها ايه؟ لا بلغه دي حاجه بتلبس في الرجل، لايك شبشب وبقاب، يو نو. وبقاب؟ او ماي جاد، جوني ده يعني كده بيشتمها؟ بيشتمها ايه ده؟ كده بيدلعها. طريقه جديده للدلع، مش عاطله الفكره. انسي انسي الموضوع ده، هبقى فاهمه لك بكره. المهم دلوقتي لازم تطلعي تنامي عشان بكره الصبح تصحي فريش. طيب فهمنا، بس انه هلا ما خبرتني، بدي اعرف سكادجول كله لحد نهار الحفله. اوكي. بروجرام النهارده هتاخدي راحه عشان اكيد انت تعبانه من المشوار. بكره الصبح هنروح المسرح اللي هيتعمل عليه الكونسرت عشان لو ليكي اي كومنتس تتعمل. خلاص كده كمان روجي يجي وتتفقوا كده تظبطوا الحاجات اللي انتوا عاوزينها مع بعض. اوكي. بعد كده هنعمل لايك اورينتال لانش، بعديها هنعمل تور في القريه عشان تتعرفي على. ايوه الشبكه واقعه واقعه خالص. بوه انت دك جابت هنا. السلام عليكم. اهلا جوني. مين هيدا الزلمه؟ هيدا الزلمه للاسف خيي. خيك؟ وليش هو منه العمده؟ شكله كتير حمش. بليز كمل. بالليل. ايوه يا حامد يا ابو قلب جامد. ايوه. فين يا عم؟ مش تبقى تيجي؟ احنا قاعدين وحشنا قوي 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 قوي. مسكوك كفاره. بوه الو. ايوه. كمل كمل. بالليل هنروح الساقيه. بصي المنظر من هناك هيبقى بجد اميزنج. هناك ممكن ناخد. انت فين يا جحش؟ امر جنابك، انا هنا يا كبير. لا ده كده استهبال بقى. لو سمحت يا كبير خليك في نصك. نصي؟ ده انا افلكك نصين يا هتير انت وعلقك في الذبيحه. وده لا مؤاخذه شغلتي. يا منوره ونورك ملعلط. ميرسي يا قلبي كلك ذوق. غريب بس كتير مهضوم. ده حيوان قوي 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 عن جد بعقد. يا كبير صباح الخير. صباح الكنافه بالقشطه اللي عم تنقط عصلك دي. بقول لك ايه، ما تاجي علمنا قوس؟ ده احنا هنقوس ونقوس ونقوس. شو حميش نازله؟ استنيكول استنيكول، صباح الفل يا استنيكول. بوجور، كيفي؟ الحمد لله. على فين الصبح بدري كده؟ كنت طالعه شم شويه هواء. قولي لي في شيء؟ لا انا كنت بطمن يعني تكوني عايزه حاجه كده ولا كده. لا مرتي حبيبتي، بس عوز شي رح لك. طب انا كنت عايزه اسالك سؤال. اسالي. ايه احساسك وانت واقفه قدام الاستاذ عادل امام؟ كان بيشبه احساسك انت واقفه قدامي هلا. طب سؤال صغير كمان قول. هو شعرك اصفر كده طبيعي ولا انت حاطه له حاجه؟ هي سر المهنة. طب معلش أصلا زي ما انت شايفة كده أنا شعري مجعد ونفسي أسبسه زيك كده، بتعمليه كيف؟ حبكت هلأ هدية بعدين بقلك. بعدين ماشي. بونجورك يا كبير. أهلا 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 أهلا. كيفك اليوم؟ منيح. قولي لي
عرفتي تنعسي ولا الناموس يعملها معك؟ لا ما تخاف، عملت حسابي لك. إلا انت هيك معود طوعك كل يوم تضرب نار؟ امال لما يكون بالي رايق اضرب لي قد 600 700 عيار قداح على خيار الريق مدخلها ضمتك انا. طب ليك في جريب؟ فيك طبعا، بس انا خايف عليك اصلا ثقيله قوي. لا ما تخاف علي، ولا انت بخلة؟ احنا بخلة، ده احنا اهل كرم كله، بس يعني انا خايف تعوري حد كده ولا كده ولا تعوري فداك يا زلبي. اف لك شو تقيلة؟ ما قلت لك. شوف تذكري لمؤاخذة الدبسة في كتفك كده هيك هيك وتاخدي نفس عميق هيك هيك وتحطي سن طرف نملة الدبانة تحت أسفل منتصف الهدف. عنك أنت يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا حبيبتي علمك أنا، ما يعلم الحرمة اللي حرمة زيها. هاتي. بوجور. حط السلاح قده يا زلبية، وبعدين تنشني بعينيك الحلوين دول وتضرب بصباعك الطريده. هيك؟ هيك يا أختي. يوه أنا زهقت من الأكل ده. إيه ده؟ على فكرة أنا تعبت جدا عشان أعرف يور فيفر. أنا باكل من الأكل ده كل يوم، إنما أنا هنا جاية الصعيد فنفسي أكل الأكل بتاعكو، يعني شوية فول، جبنة، فطير مشلتت. هات الفطير المشلتت يا بنت. على فكرة الأكل الصعيدي كله دسم وفاتس وبيجيب جناب. وفيها إيه؟ مش هما بياكلوا منه؟ هات الفول المدمس. انا هروح اكل معاهم. بلاش بلاش هيحرجك وهيطرد يبقى شكلك وحش. وانت مالك يا فزاع الجحش؟ بتخلي الناس على راحتها يا اخي. يا دي الهم، هو انا عتبت نواحيهم واصل؟ استاذن انا. طب بليز بسرعه يعني نقنق ايه؟ بقولك يا كبير ممكن افطر معاكو؟ ده انت تأنسي وتنوري. طباب. ايه ده؟ مفتجي. شو هاي؟ مين ديش عندينا؟ وده يبقى المين مش. تاني واحد تاني واحد دوكي. هم كتير حار. يعني زينة ولا عفشة؟ يعني كتير سبايسي. يعني زينة ولا عفشة؟ طيب منيحة. بالسم الهاري. تعجيني بعد خبر؟ علي. اتفضل يا حبيبتي. مرسي. اي. هو يا هدين. هو يا هدين. في حاجة دخلت جواني. اسم الله عليكي. انفخلي فيها انفخلي فيها. اسم الله عليكي اجيب حكيم. حكيم يهدي اوعك ده. تعالي يا حبيبتي انفخالي كاني. عم اهلك بس ها؟ على مهلك بنت تلبصيلها عينيها. ليه قاعد لوحدك؟ قلقت وانا نايم، قلت اطلع البلكونة اضرب لي حجرية. طب بدك فل واتركك قاعد لحالك؟ قصدي يعني امشي واسيبك قاعد لوحدك؟ تمشي تمشي ده انا ابعت اجيب عسل وبسبوسة وكنافة وزلبي. دخيلك مش قادر، ده انا من ساعة ما جيت وعمالة اكل واشرب لحد ما حسيت ان انا تخنت. تخنتي؟ تخنتي ايه؟ ده انت زي لهطة القشطة ولسه كمان لما تدخلي اكتر واكتر. ليك يا كبير ما قلت لي شو بتشتغل؟ عندي طين وبرعية. شو هاي؟ عندي طين. مش هتفهميها انت. طين دي يعني ارض، عم بزرع ارض واقلع فيها وتاجر في المحصول. ما دوم. طب ليك خبرني. حكيني شوي عن حالك، هيك شو بتعمل بالويك اند؟ شو كيف بتحب تقضي وقت فراغك؟ يعني ما فيش حاجة محددة يعني. ما بتلعب برياضة؟ لا الرياضة دي كانت زمان، يعني واحنا صغيرين كنا بنغرقوا كلاب في الترعة وبالليل نصيدوا عقارب، ولما كبرت شوي بقيت بلعب كونغ فو.
طب ليك تسمع موسيقى؟ وفي حد يعني ما يسمعش مزيكا؟ ده غذاء الروح. دخيل روحك انا. ليك لمين بتحب تسمع؟ بسمع الست والاستاذ محمد رشدي ومايكل جاكسون لحد شريط دينجرس. والجداد دلوك الاستاذ عباس حموده ومحمد ابو لمونه وعلي جرموني وجاستن تمبرليك. طب وانا ما بتسمع لي؟ كيف يعني؟ ده انا طبعك ده واحبك ده ومن الاخر ما فيش اطعم منك ده. الغناوه دي اثرت فيا خالص. كيف يعني اثرت فيك؟ يعني عملت في نفسيتي شرخ وشرخ عميق. شرخ؟ انه ما فهمت يعني حبيتها ولا ما حبيتها؟ حبيتها قوي. عن جد انا انبسطت اني شفتك يا كبير. شفتيني انا؟ واحنا انبسطنا قوي 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 انك شرفتينا وشفناكي لايف. ميرسي. يا كبير هادم الملذات، لازم نقوم دلوق. طب في اشرب من ارجيلتك؟ يا ريتني ارجيلي. عامل لك فسحه جامده جدي، هنتفرج على كل الايجيبشن بيتس، الحمامير، الفرخات، البطاط، كل الايجيبشن بيتس. يا صباح القشطه. يا صباح العسل يا كبير. اللي هذا الحنطور تبعك؟ ايوه، بس ممكن يبقى بتاعنا احنا التانيين، ما تدي تاخدي لفه. عن جد عم تحكي؟ ايه ما ينفعش ما ينفعش، احنا عندنا حاجات هنعملها النهارده، هركبك اللي انت عايزاه يلا. لا ينفع فيها ايه؟ يلا ما بتاخر عليكم، باي. بونجور. بونجور. لايف از لايف. لي 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 بردك لايف. على فكرة بقى هما 3 دقايق بالظبط، ولو ما رجعتش أنا همشي. لا ريلي ريلي قله ادب. كل ده بياخدوا لفه ليه؟ بيلفوا ايه؟ طيب. بيلفوا ايه؟ معلش خلاص بقى، انا مال انا جوني. جوني زي ما بيقولوا هنا الغايب حجته معاه. ده كلام فاضي، انت بتقول اي كلام. يعني ايه؟ يعني زي بيصير الحي يتلاقى، ما اكيد هيتلاقوا. ايه اللي بتقوله ده جوني؟ انا قصدي يعني نستنى شويه. استنى. استنى.
انا خلاص رجلي خلاص. لا وانا مش قادر اصدق. انا جوني بيكهام العرب اللي اي بنت في الكون تتمنى تقول لي كلمتين وانا اللي بنفض وما بديش فيس اساسا. يتنفض لي؟ ما صح انا يتنفض لي؟ ما ينفعش. بس يعني انا جوه. نستنى شويه جوه. ما شفتوش الكبير يا جماعه؟ ما شفناهوش. شفناه من 7 ساعات بره، خدني كل على الكاريت لفه ومن ساعتها اختفوا لحالهم. لا كان معاهم حصان ابيض. واضح انهم ارتاحوا لبعض قوي. رحلة ما تنفخهم علشان احنا مع بعضينا والاول. يا حلاوتكم ما لسه بدري يا كبير. داير تتصرمح لي انت والسنيورة لنصاص الليالي. لمي نفسك يا هدية، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ايوه نسيت نفسي. ما هو لما تاجي العيوقة دي وتلف عليك عشان تخطفك مني يبقى لازم انسى نفسي. برأي هدية في ايه؟ ما تهدي شوية. اقفلي خشمي. بقولك ايه؟ بس معوزتي كنت الحديد جزر عقطة مهدحش. الكوبوي دي هتبقى مرتي.